استنى لحظة. تمام كده، ازيكم عاملين ايه؟ دلقت القهوة على هدومي وانا بشرب، مش مشكلة، ده للقهوة. حلو حلو. النهاردة بداية الأسبوع، الشمس طالعة، كله تمام، ولازم أنزل لأن أنا ما عنديش أكل. لسه كنت واكل شوية كورن فليكس والحليب خلص والحاجات خلصت، فلازم أنزل. خدكم معايا بقى وأنا إيه، وأنا نازل أجيب الأكل بتاعي. الوقت سرقني خلاص، الدنيا زي ما تقول ايه، مغرب كده او عصاري، تلج بدا يسيح، ده اخطر ان انا امشي فيه وانا بصور كده. ربنا يستر، عايز الحق اروح اجيب الاكل وارجع تاني اشوف هعمل ايه قبل ما اليوم يخلص، لان انا حاسس ان انا لازم انتج اكتر من كده يعني، واستغل الوقت اللي انا فاضي فيه دلوقتي وما عملتش فيه حاجه تقريبا حاجة كويسة. او انا ورايا حاجات يعني، انا مش موضوع فاضي فيه قوي، بقول لكم بعدين ايه الحاجات دي. المهم دلوقتي اروح الحق. ومن عيوب السكن هنا ان المحل بتاع الاكل وكده، السوبر ماركت يعني، مش قريب، لازم يتمشى له كتير، وممكن كمان تركب الباص عشان توصل له اسرع. بس انا شكلي كده هتمشى، لان انا منزلت ما بصيتش على مواعيد الباص، فهاخدها ماشي. ممكن وانا راجع اشوف ميعاد الباص واركبه، لان هيبقى شايل حاجات ومش هقدر امشي بيه المسافه دي كلها. بس دلوقتي يعني عايز اقول لكم ان الجو احسن بكتير لما كنت بنقل الحاجه، كانه كان مستنيني انقل وبعد كده يتعدل. كنت اتعدل بدري شويه يعني، مش ممكن. قلت هنا بقى ان انا مش حافظ لسه الاماكن ايه كلها، هفضل ادور على كل حاجه مكانها فين، فممكن اطول شويه في المكان. خلصت شراء الحاجات اهو، الشيله رخمه، هروح بقى استنى الاتوبيس. رب بس ما اموتش من العربيات، اجري. هي دي بقى مشكلتي الجديدة، المكان بعيد ولازم استنى الباص. هيجي امتى ما بصيتش، فانا زي ما يجي يجي بقى، انا هستناه. المفروض ان انا دلوقتي ارتب الحاجات اللي في الكيسة ديت، بعد كده ابدا اطبخ. وانا بصراحه مش من هواة الطبخ، بس بعرف اطبخ ولازم ابقى بعرف اطبخ عشان اعرف اكل. هو شر لابد منه، لازم اطبخ، لان انا بقالي كام يوم عمال اكل اي هبل كده وحاسس ان انا مش متظبط، فلازم اطبخ حاجه كويسه ترم عظمي كده بعد النقل اللي حصل الكام يوم اللي فاتوا. فهعمل لنفسي النهارده ديك رومي. هو مش ديك رومي قوي يعني، هو قطعه من الديك الرومي، بلاش افترا يعني. هي الحته اهيت، المفروض ان انا هقطعها واتبلها واعملها. انا بحب الوراك او بحب اللحوميات عامه بتبقى مسلوقه كده، وممكن احمرها بعدين، مش عارف هعمل ايه. بحب دايما لما اجي اعمل فراخ او اي لحمه هسلقها يعني، بتبقى زفره شويه الفراخ او اللحمه، فانا بغسلها كويس، بحط عليها الفلفل الاسمر وبحط عليها بصل، ممكن شويه ملح كده، لان دوت بيضيع الزفاره. بسيبها شويه قبل ما الميه بتاعتها تغلي وبحط الفراخ عليها. دي طريقتي عامه لما باجي اسلق فراخ او اسلق ديك رومي او اي حاجه. نصيحه كده تانية، انا دلوقتي حطيت الاكل وخلاص مستني اللي هو يستوى، بدل ما انا ابقى واقف كده ومستني الاكل يستوى بتاع، ممكن اشغل نفسي بان انا اغسل مواعين اللي انا لسه كنت مستخدمها دلوقتي عشان ما اتركنش واكسل. فانا دلوقتي هروح اغسلها عبال ما الأكل يستوى. كده بقى ايه، نقول صحة وعافية بقى، اقعد اكل شوية الأكل ده. طبعا مش محتاج ادوق بقى واجرب واعمل الحركات اللي هو يعني، لان انا عارف انا هعمل ايه، ومش اول مرة اعمله بسنتين بقى ولا تلات، داخل اهو في تلات سنين كمان، فمش اول مرة اعمل الاكل ده. بس انا كشخصيا، انا كمحمد مش بحب اطبخ، انا اتخلقت كده عايز حد يطبخ لي. بس
المضطر بقى. الدخانة طالعة ازاي، والريحة كمان لو انتوا شامين معايا الريحة. ماشي، هاكل وارجع لكم تاني. الحمد لله خلصت اكل، بس عايز اقول لكم حاجة. اهم حاجة بعد ما تخلصوا اكل، خصوصا لو انتوا ساكنين في سكن طلبة وعايزين تبقوا باينين نضاف دايما، انكم ما تسيبوش اي مواعين وراكم. يعني انا خلصت دلوقتي اكل، غسلت كل المواعين اللي كانت موجودة والاطباق اللي استخدمتها وكل حاجة. يعني ما تسيبوش مواعين وراكم، مش عايزين نبقوا قدام الناس يعني مش مصرية او كده، او حتى اللي مش عربية عامة، ان احنا يعني مش نضاف وكده. لازم تبقى باين دايما لزمايلك اللي في السكن انك انت نظيف دايما وبتغسل وراك كل حاجة، علشان تبقى الحياة حلوة. يعني لانك انت لو انت مكانهم وشفت الحاجات مش نظيفة، المطبخ مش نظيف، تيجي تعمل الاكل مش عارف ايه، اكيد هتتضايق. فيعني حط نفسك مكانهم شوية. انا بنصح كل واحد اهو، خصوصا لما تيجوا المانيا ان شاء الله وتسكنوا في سكن الطلبة. طب تمام، اكلنا وشربنا واشترينا الحاجات اللي احنا عايزينها. فاقول لكم بقى حاجة، كام حاجة كده. انا ليه صورت النهاردة اصلا؟ لان انا عامة يعني بغض النظر عندي مشكلة مع الديلي فلوجز، يعني شايفها ان هي حاجة بالنسبة لي في القلب الالماني تراوند سيل، يعني حاجة في السماء كده في النجوم. ليه؟ لان انا ورايا 100 حاجة، ورايا حاجات كتير اعملها، ورايا طبخ، ورايا غسيل، ورايا شراء حاجات، ورايا اللي انا ادور على شغل عشان اشتغل عشان اصرف على نفسي، ورايا حاجات كتير اتعلمها، الكتب اللي انا بحب اقراها. ففي حاجات كتير ببقى عايز اعملها في يومي اكتر من ان انا اصور ومنتج وكده. او انا بحب التصوير والمنتجة، بس ما ينفعش حياتي كلها تبقى مبنية على الكلام ده. ممكن اصور عادي وانا بعمل الحاجات دي، لكن الوقت اللي بيضيع بقى في المونتاج، وانا مش عايز اقول بطيء في المونتاج، لا انا سريع في المونتاج، بس برضو ده وقت بيضيع. بس انا النهاردة انا عملت الموضوع دوت، ومش عارف هكمل ولا لا عشان ما اقدرش اوعدكم، بسبب كومنت واحد قاله لي كده بالنص. ثواني كده اشوف الكومنت ايه. بص، هو الكومنت من واحد اسمه عبد الرحمن عادل، قال لي ليه تشوفنا في اقرب فرصة لما ممكن تشوفنا بكرة، او لما ممكن يكون بكرة. فالكومنت ده بصراحة اداني دفع ان انا ايوه اول ما اقوم من النوم ان انا اصور يومي ووريكو يوم عادي جدا ما فيهوش اي حاجه مميزه، وفي نفس الوقت اللي انا عملت اللي هو نفسه يعمله. فانتوا كلامكم بيأثر فيا. سامسونج مثلا شركه كويسه جدا وكل الناس عارفاها، طبعا انا قابل، بس ده محسوب ليها، ان هي كل مره لما بتيجي تطلع موبايل جديد بتقول احنا سمعنا ليكوا انتوا عملائنا وعملنا لكم اللي انتوا عايزينه. فانتوا دلوقتي انتوا المشاهدين بتوعي، او انا بحسابكم كده يعني، فانا بعمل اللي انتوا عايزينه على قد ما اقدر طبعا. يعني لو حاجة برة طاقتي مش هقدر اعملها. فانا بقول لكم كلكم شكرا شكرا انكم انتوا بتدوني الفيدباك بتاعكم، بتدعموني. فانا بجد عملت عشان عبد الرحمن قال لي هو عايز كده، لبيت له طلبه. يعني النهاردة كده انا خلصت، هو طبعا يومي ما خلص، بس انا عايز اعمل شويه حاجات وعايز امنتج الفلوج دلوقتي عشان الحق انشره دلوقتي علشان ينزل. يبقى ايه، نزلت فلوج امبارح ونزلت فلوج النهارده. اشوفكم امتى بقى؟ اشوفكم قريب جدا، ولا اشوفكم بكره، ولا اشوفكم بعد اسبوع؟ سيبوها بظروفها، يعني انا هحاول على قد ما اقدر. ماشي، يلا سلام. جبت البتاع ده الطبيعي ان هو بيتباع، بيبقى يعني معمول من الجيلاتين بتاع الخنزير، بس انا لقيته المرة دي في السوبر ماركت ان هو فيجي، يعني 100% نباتي. فانا طول عمري بحب البتاع ده. برضي رغباتي. بص شو منظر عامل ازاي كده، طويل او سلام. جامد جداً.